في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سلمت محافظة الإسكندرية 55 منزلا لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العمرية ثان بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير. كما تم تسليم 54 رأس ماشية و37 مشروعا صغيرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي من خلال توزيع العديد من الأجهزة التعويضية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة للحالات الأولى بالرعاية. والله أنا كنت عامل بالبوص وكنت عامل بمشمع، أدعو الحمد لله على الشكر لله ونحمد الله على اللي فيه وعلى ربنا عطاهم. برضه احنا ما كناش مصدقين اللي احنا في مرحلة اللي احنا نبقوا في الحاجات الحلوة دي واللي عملوه لنا وساعدوه لنا، ونشكر الرئيس على اللي هو عمله.